السلام عليكم ورحمة الله. عنوان المحاضرة الخامسة والسادسة اللي هو البارالل دي سي سيركتس اللي هو توصيل الدوائر على التوازي. فأول شيء نجولي البارالل ريزيسترز اللي هو توصيل المقاومات على التوازي. نوت هنا عندي ملاحظة قال لك تو إليمنتس، قال لك عندي العنصرين أو إذا كان عندي branches فروع أو circuits أو دوائر are in parallel، قال لك حيكونوا متصلات على التوازي إذا نعطاك شرط if they have two points in common، قال لك إذا كان عندهم نقطتين متصلات أو طرفين متصلات. على سبيل المثال هنا عندي المقاومتين R1 والR2 في الفيجر 1B، هذا الموضح أمامنا، عندي R1 R2 هدوما متصلات على التوازي. كيف عرفت؟ الشرط اللي هو قال لي لازم يكونوا متصلات ب 2 points أو لهم هنا 2 points in common. تمام، شوفوا المقاومتين هادم متصلات من جهة سميناها البوينت A وجهة تانية سميناها البوينت B. تمام، إذا كان عندي مصدر جهد هنا متصل بها المقاومتين لنفترض إنها دائرة كهربائية متصلة بهالشكل، تمام، فحلاحظوا هنا عندنا معلومة التيار في حالة التوصيل المقاومات أو الدوائر على التوازي راهو التيار بيتجزأ، عكس الكلام لما أخذنا توصيل الدوائر على التوالي. تمام، هنا لما في حالة التوصيل على التوازي راهو التيار حيتجزأ ما بين المقاومات، وبهالفكرة هذه احنا نقدر نفرقه ما بين توصيل المقاومات على التوالي وبين توصيل المقاومات على التوازي. إذا تجزأ التيار على المقاومات إذن المقاومات متصلة على التوازي، وإذا ما تجزئش مر نفس التيار في المقاومات كلها إذن المقاومات راهم متصلات على التوالي. تمام، فنجو ندرسه هنا نشوف التيار هل تجزأ أو لا. فهني حيمر القطب السالب للموجب الاتجاه، إذن حيوصل لعند العقدة A وحيتجزأ، جزء منه حيمر في المقاومة الأولى وجزء منه حيمر وين؟ في المقاومة الثانية. وين حيتجمعوا؟ حيتجمعوا في البوينت B باش يرجع تاني هنا يا I total. تمام، إذن هنا يعني بما أن التيار جزئ لي ما بين المقاومتين إذن المقاومتين راهم متصلات على التوالي، سوري على التوازي. تمام، نجو للفيجر هذا بي، هنا عندي مقاومة 2 3. تمام، فهنا كيف ندرس هالمقاومات هل إنهم متصلات على التوالي أو على التوازي؟ فقال لك لازم يكونوا هم مشتركات في two points أو عقدتين أو نقطتين باش نقولوا إنهم متصلات على التوازي. تمام، نجي نشوف هنا أوكي، حتى لو إنه ما عطانيش العقدة A وما عطانيش العقدة B أنا بنعرف صح، نقول هادم هنا متصلات بعقدة وهنا متصلات بعقدة. تمام، لنفترض أن هذه الدائرة والتيار منين مر؟ مر بهالاتجاه عند البوينت A، أو خلينا نرسم هنا مصدر جهد متصل بها الدائرة هذه، افترضوا مصدر جهد متصل بهالشكل بالدائرة اللي أمامنا. تمام، هذا مصدر جهد، هذا E. تمام، به التيار كيف حيمر؟ حيمر ضد عقارب الساعة من القطب السالب للموجب بهالاتجاه خيرة، حيوصل للعقدة A وحيتجزأ. ما دام قلت كلمة حيتجزأ إذا نراه المقاومات ومش حندرسها، إذا المقاومة 1 و2 متصلات على التوازي. تمام، حيمر وين؟ جزء منه حيمر في المقاومة 1 وجزء منه حيمر لوين؟ في المقاومة 2. حنسموه هذا I1 نسبة للR1، وهذا حنسموه I2 اللي بيمر هنا نسبة للR2، وبعدين حيمر هذا بالاتجاه والثاني بيمر بالاتجاه لين وين ما يتجمعوا؟ وين بيتجمعوا؟ في العقدة B، وحيطلع تاني شني؟ I total، لأن دخل العقدة A اسمها شني؟ I total،
وخرج من العقدة بي اسمه I total. معناه شيني؟ معناه راول R1 على حسب الدائرة اللي أمامي نتوى اللي متصلة مصدر جهد، R1 و R2 متصلات مع بعضهم على التوازي. لما نبعدين بناخد لاحقا كيف نحسب المقاومات أو R total للمقاومتين المتصلات على التوازي. إذا هنا حنجولي مقاومة واحدة، المقاومة هذه اللي نجت لي من توازي الـ R1 مع الـ R2 راهو حتكون متصلة على التوالي مع R3، صح؟ لأن نشوفوا جزء عليهم التيار، تمام؟ نفترضوا إن جبنا لهم الـ R total اللي خاصة بهم بيصبحوا R واحدة، صح؟ فتصبح الدائرة كيف؟ وكأن عندي مقاومة اللي تتمثل لي R1 متوازية مع R2 متصلة على التوالي مع الـ R3، تمام؟ انجولي الفيجر سي. حتى هو هنا عندي شني قالك احد الشروط انهم يكونوا المقاومات مشتركات في عقدتين، باش نقول عليهم انهم متصلات على التوازي، بالاضافه لذلك فكره تجزئه التيار ما بين المقاومات، تمام؟ فهنا عندنا عقده اي، عندي هنا عقده بي، وهنا عندي عقده سي، تمام؟ فهنا نجي لنفترض ان عندي هنا مصدر جهد. اذا التيار كيف بيمر؟ راهو بيمر من القطب السالب والقطب الموجب بهالاتجاه، هذا شنو اسمه؟ اي توتل او اي سورس، تمام؟ حيمر هنا بيوصل للعقده اي وحيتجزا، فقلنا اي توتال مار بهالشكل من قطب السالب الموجب، بيصل عند العقده اي وحيتجزا، جزء منه حيمر بهالاتجاه، جزء منه بيمر لوين؟ في الفرعه، هو هذا فرع وهذا الفرع الثاني، تمام؟ اذا عندي ار1 بحسب اني مرسمت هنا مصدر جهد، عندي ار1 متصله مع الار2 على التوالي، ولكن هادم الاثنين متصلات مع الار 3 على توازي. هادم علاش قلت على التوالي مع بعض حسب الشكل اللي رسمته؟ لان التيار اللي مر في الار 1 هو نفس اللي مر لي في الار 2، تمام؟ اذا هادم متصلات على التوالي، والمقاومه المكافئه ليهم راهو متصله على التوازي مع الار 3. بعدين عندي هنايا تشكيله ثانيه توضح لي توصيل المقاومات على التوازي، تمام؟ عند الفيجر A نفس الشيء، هنا عندي الفيجر A متكون من ثلاثة مقاومات R1 R2 R3. لو اني لاحظت المقاومات ثلاثة خيرة مربوطات وبعقدتين، هذه العقدة الأولى وهذه العقدة الثانية، تمام؟ إذا المقاومات الثلاثة متصلات على التوازي، أو أنا لو إني وصلت، نفترض بهالشكل، وصلت مصدر جهد تمام للدائرة هذه، هذا قطب سالب وهذا قطب موجب، هذا E total، إذا تيار كي بيمر؟ بيمر من قطب السالب إلى القطب الموجب بهالاتجاه. لما يوصل هنايا حيتجزأ التيار، هذا الاي توتال حيتجزا ما بين المقاومات الثلاثة لأنهم متصلات على لأن هنا لما تجزا عرفت إن راهو المقاومات الثلاثة متصلات على التوازي، فبيمر جزء منه هنايا نسميه اي 1 نسبة للار 1، وجزء حيمر في الار 2 حنسميه اي 2، وجزء حيمر في الار 3 حنسميه اي 3. كلهم وين حيتجمعوا؟ اي 1 اي 2 اي 3 حيتجمعوا في العقدة اي، وحيخرج من هنايا ويرجع للسورس اسمه شيني؟ اي توتل، لان دخل للعقده بي اي توتل وخرج من العقده اي نفسها اسمه اي توتل. نفس الفكره بالنسبه لميني، نفس الفكره بالنسبه للفيجر الثاني بي او الفيجر سي، تمام؟ عندي هنا نفس الشيء، ثلاثه مقاومات تربطهم عقده اثنين، اذا المقاومات الثلاثة متصلات على التوازي. تقدر تدير نفس الفكرة، ترسم هنايا مصدر جهد وتشوف كيف يتوزع عليهم التيار باش تزيد
تتأكد من إن المقاومات متصلات على التوازي، نفس الكونفيجريشن هذه نفسها، نفس هنا التشكيلة متصلات المقاومات ثلاثة على التوازي، لأن تربطهم عقدتين، عقدة A وعقدة B. إضافة على ذلك لما تبي تزيد تتأكد شن بدير، قلنا تجي ترسم مصدر الجهد مهما كانت البولاريتي متاعها، سواء السالب للأسفل أو للأعلى، تمام. بعدين متصلة بها الدائرة، نجي نشوف القطب السالب الموجب، إذا التيار بيمر بها الاتجاه، بيوصل للعقدة A I total وبيتجزأ ما بين R1 وما بين الـ R2 وما بين الـ R3. مدام تجزئ للتيار هنايا، إذا هنايا عرفت إن مقاومات الثلاثة متصلات على التوازي، تمام. بعدين بنجو نحسبه كيف تقدر تجيب، أو كيف نحسبه الـ R total للمقاومات اللي متصلات على التوازي، تمام. فقال لك فور سيريز فور ريزيسترز ان بارلل، تمام. قال لك هنايا عندي المقاومات اللي متصلات على التوازي زي ما موضحات في الفيجر 3، عندي ار 1 ار 2 ار 3 تمام الى ار عدد معين، ار ان عدد معين من المقاومات. ف هتكون لي التوتال ريزيستانس أو المقاومة الكلية ليهم هتساوي 1 على R total بتساوي 1 على R1 plus 1 على R2 plus 1 على R3 plus إلى عدد معين مقاومات إلى آخر شيء 1 على Rn إلى عدد معين من المقاومات. ولو أنك تبي تحسب التوتال كوندكتانس الموصلية G، فهنا شو بنقوله؟ إن G بتساوي 1 على R، إذا في حالة التوصيل على التوازي G total بتساوي G1 plus G2 plus G3 إلى عدد معين من الكوندكتانسس إلى plus Gn. لي واحد قياسها زي ما قلنا لما درسناها بحال التوصيل على التوالي، قلنا واحد قياسها بالسيمنز يرمز لها برمز S. فهنا عندي ال R total بتساوي شني؟ بتساوي 1 على واحد على R1 بلس الواحد على R2 بلس الواحد على R3 بلس إلى بلس الواحد على ال Rn، تمام. بما أن هنا عندي واحد على R total، هذه ما جبناش هنا ال R total صح، فلو نبي نجيب ال R total فبتجيب المعكوس، ولهذا هنا في المعادلة 4 3 عندك الـ R total بتساوي 1 على 1 على R1 بلس 1 على R2 بلس 1 على R3 بلس إلى عدد معين من المقاومات. فهنا ينجي هنايا عندي مقاومتين متصلات على التوازي، طبعا هنا عندي example 1، فقال لك find the total conductance of the parallel network اللي موضحة في الفيجر 4، تمام. يبي total conductance، فأني كيف نعرف هالمقاومتين قلنا متصلات على التوالي أو على التوازي؟ قلنا أول شيء لازم يكونوا common في two points، فعلا هذا البوينت الأولى والعقدة الأولى مشتركات في عقدتين، نسميها هذه نفترض A وهذه نسميها B، إذن هما مشتركات في عقدتين، واحدة A واحدة B، إذن هذه أحد الشروط إذا متصلات على التوازي. أو باشان نزيد نثبت زي ما قلت لكم، نرسم مصدر جهد ونوصله بالطرفين، فنقول التيار مر قطب السالب الموجب به الاتجاه، إذا لما يوصل التيار للعقدة A أراه بيتجزأ ما بين الـ R1 وبيتجزأ ما بين الـ R2 وبيتجمعوا تاني في العقدة B وبيخرج I total زي ما دخل من الـ I A، أم سوري زي ما دخل من العقدة A، هنا يدخل I total وبيخرج من العقدة B I total. طبعا بعد ما جزء على R1 بنسموه I1 وهذا حنسموه I2 نسبة للR2. إذا خيرهم المقاومتين متصلات على التوازي، فمن هنا نقدر نحسب التوتال كوندكتانس، تمام. فعندي مثلا G1 بتساوي 1 على R1 اللي هي بتساوي 1 على 3 أوم اللي هي حتساوي لي 0.33 سيمنز، وعندي G2 اللي حتساوي لي 1 على الـ R2 اللي هي بتساوي 1 على 6 أوم حتساوي 0.167 سيمنز. عندي G total حتساوي لي G1 plus G2 حتساوي عندي نص سيمنز. بعدين قال لي find the total resistance of the same network، ف
فهنا شن قالك؟ قالك احسب الار توتل مطلوب الثاني يبي التوتال ريزيستانس لنفس السيركت. فنقول ار توتال بتساوي مقلوب الكوندكتانس. اوريدي انت عندك الكوندكتانس نص سيمنز، اذا نقول واحد على نص سيمنز حيطلع لك ب 2 اوم. او تطبق المعادله هذه 4.3، فعندي هنا مقاومتين، فنقدر نقول ار توتال بتساوي واحد على واحد على ار 1 بلس الواحد على ار 2 اللي هي حيعطيني في الاخير حيساوي 2 اوم. نفس ما طلعناه بطريقة هذه اللي هو مقلوب إن الـ R total بتساوي مقلوب الموصلية أو مقلوب الكوندكتانس. عندي إكزامبل تاني قال لك find the total resistance للكونفجريشن اللي خاصة بالفيجر 5. نبي نحسب التوتال ريزيستانس يبي المقاومة الكلية للشكل اللي موضح أمامي. فهنا كيف نعرف هالمقاومات متصلات على التوالي او على التوازي؟ زي ما قلت لكم نجي نديروا تيست نشوفوا هل متصلات ببوينت معينه. ففعلا نلقى ار 1 ار 2 ار 3 كلهم مشتركات في العقده هذه، خلينا نسموها عقده A، وكان طلع من الجهه الثانيه مشتركات في عقده ثانيه هذه كلها فنسميها عقده B. اذا لما هنا يشتركوا في عقدتين هنا عرفت ان المقاومات متصلات على التوازي. نفس الفكرة في كل مثال، لو اني جيت نبي نتأكد اكثر نوصلهم بمصدر جهد لنفترض مصدر طاقة، هنا استخدمت مصدر جهد، فهيتحرك التيار او بيمر من قطب سالب الموجب الى الاتجاه. اذا لما يوصل للعقدة A حيتجزئ لي الاي توتل ما بين الار 1 سموه اي 1، ما بين الار 2 نسموه اي 2، وما بين الار 3 حنسميه الاي 3. كلهم حيتجمعوا وين؟ حيتجمعوا في العقده بي، وحيخرج من هنا يا اي توتال زي ما دخل من العقده اي اي توتال. اذا هنا يعني اتاكدت درت دبل تشيك ان المقاومات متصلات على التوازي، اللي هو اتاكدت من انهم مشتركات في عقدتين، وثاني حاجه ان التيار اتجزا ما بيناتهم. بعدين بي ار توتال بنقول بتساوي 1 على 1 على ار 1 بلس 1 على ار 2 بلس 1 على ار 3. قيم مقاومات كلهم عندي، ولاحظوا ان المقاومات كلها بالاوم، ما هنا شني الوحدات متساويه مش مختلفه، فهنا اذا نقدر نطبق طول. اذا كان هنا احد المقاومات مختلفه نقصد قيمتها مختلفه، مثلا هنا 4 كيلو اوم، فلازم ناخذ قيمه الكيلو في عين الاعتبار، معناه بقول 4 في 10 اس 3. فهنا يعني هنا تحصلت على ار توتال بتساوي 0.69 اوم. تمام. ف دائما هنا في معلومة التوتال ريزيستانس، هنا يعطاني معلومة قال لي التوتال ريزيستانس راهو ديما في حال توصيل على التوازي ديما المقاومة الكلية حتكون أصغر من أصغر مقاومة موجودة في الدائرة اللي هي الكونفجريشن هذه، هي نفسها هي. تمام. قال لك if the smallest resistor of a parallel combination is much smaller than the other parallel resistors. قالك the total resistance will be very close to the smallest resistor value. قالك إذا كان أصغر مقاومة في الدائرة صغيرة جدا مقارنة بالمقاومات الثانيات، فإذا قالك الـ R total للدائرة راهو حتكون قريبة جدا من أصغر مقاومة في الدائرة. إذا كان قالك هنا عندك المقاومات اللي متصلات على التوازي متساويات، لنفترضوا 3 اوم 3 اوم 3 اوم، فقال لك تقدر تدير طريقة مبسطة بدل ما تستخدم القانون هذا، 1 على 1 ار 1 بلس 1 على ار 2 بلس 1 على ار 3 بلس على قد ما عندي من مقاومات. فقال لك هنا بكل بساطة تقدر تقول ان الار توتال قلنا شنو بتساوي من هنايا؟ تساوي 1 على ار على ار لما يكونوا متشابهات، اكيد بتقول 1 على ار بلس 1 على ار بلس 1 على ار، زي ما قلت لكم هنا افترضوا انهم 2 2 اوم 2 اوم 2 اوم، معناها 1 على 2 اوم بلس 1 على 2 اوم بلس 1 على 2 اوم الى عدد معين من المقاومات هذوما اللي قيمتهم 2 اوم. فقال لك باختصار فبنقول هنا 1 على ان في 1 على ار اللي هو بتساوي له 1 على ان على ار، هنا مقام مقام بس، فتصبح الار توتال حتساوي لي ار على ان، معناها شنو بتساوي؟ بتساوي قيمه المقاومه احد قيم المقاومات اللي موجوده في الدائره، افترضوا هنا 2 اوم 2 اوم 2 اوم، فمعناها شو بنقول؟ بنحط في مكان الار بنحط قيمه 2 الاوم على ان، قديش عددهم؟ افترضوا انهم 2 2 2 معناها 3 مقاومات، بتقول 2 على 3.
هنا قال لك نوت ملاحظة، قال لك التوتال ريزيستانس اوف ان بارلل ريزيسترز اوف ايكوال فاليوز از ذا ريزيستر از ذا ريزيستانس اوف وان ريزيستر ديفايدد باي ذا نمبر ان اوف بارلل ريزيسترز. تمام، زي ما قلت لكم ان لما يكون المقاومات ليهم نفس القيمة في حال توصيل على التوازي شن بيساوي؟ بيساوي قيمة احد المقاومات على عددهم. الفيجر هذا نفس الشيء قال لك شني اوجد لي التوتال ريزيستانس. لو نتلاحظوا ان شني المقاومات الثلاثة قيمتهم 12 الاوم والثلاثة متصلات على التوازي، علاش؟ لان عندهم هنايا، شوفوا هنايا عندهم متصلات بعقدة، مشتركات في عقدة، وهنا مشتركات في العقدة الثانية. إذا المقاومتين ثلاثة مقاومات صلات على التوازي، أو بتدير دبل تشيك، بتزيد هنا مصدر الجهد، بتشوف هل التيار جزء ما بيناتهم. إذا كان جزء إذا شني أراه المقاومات متصلات على التوازي، فتستخدم القانون اللي استنتجناه قبل شوية. فبتقول الار توتل بتساوي ار على ان، اللي هو شن بيساوي؟ بيساوي 12 اوم، ناخده قيمة واحدة منهم على عددهم ثلاثة مقاومات، إذا 12 اوم على ثلاثة هيساوي الأربعة اوم. تمام، نجي هاي للفجر 8 الاكزامبل 4، نفس الشيء قال لك اوجد التوتال ريزيستانس للكونفيجريشن اللي خاصه بالفجر 8. عندي الدائره هذه اللي هي تكافئ الدائره هذه. تمام، شوف هذه مقاومه ار1 هذا سلك صح، وكان شني وكان الار هذه قيمتها 1 كانها متصله رغم من هنايا لعند هنايا، كان هذه قيمة الار وهذه الار 1 كان بالشكل بهالشكل. تمام، هذه نفس التوصيلة هذه وكان ار 1 متصلة من هنايا لهنايا. تمام، وعندي ار 2 وعندي ار 3 وعندي ار 4. تمام، خلنا نمسح هذا لين ارسمته. هذوما خيرهم متصلات الثلاثة، خيرهم بيكون في بوينت واحدة اهي، هذه عقدة وهذه العقدة الثانية. تمام، إذا المقاومات كلها متصلات على التوازي لأن تمام به. فهذه الدائرة المكافية لها هي، كان عندي ما دام قلنا المقاومات الأربعة متصلات على التوازي نقدر نرسمها نبسطها نقول R1 R2 R3 R4 لأن هذه العقدة الأولى هي وهذه العقدة الثانية B اللي هي هذه. تمام، فهنايا والمقاومات كلهم ليهم نفس القيمة نقدر نستخدم نفس القانون، نقول R total بتساوي R على N اللي هي قيمة إحدى المقاومات 2 أوم على 4 تعطيني نص أوم. تمام؟